وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قف يا عبد الله، تعال وتأمل معي عظم قدر الأم وجميل إحسانها إليك. حملتك في أحشائها 9 أشهر، ذاقت فيها المر، تغيرت عليها دنياها، فما المذاق هو المذاق ولا المعاشرة هي المعاشرة، فكم بالله فكم من أنة خالجتها، وكم من سفرة دافعتها من ثقلك بين جنبيها. لا يزداد جسمك نموا إلا وتزداد معه ضعفا، تسر إذا أحست بحركتك داخل أحشائها، ولا يزيدها تعاقب الأيام وكر الليالي إلا شوقا لرؤيتك واشتياقا لطلتك. ثم تأتي ساعة خروجك فتعاني من خروجك ما تعاني، فلا تسل عن طلقها الذي يتفطر له الفؤاد، وآلامها التي تعجزها عن البكاء، حتى إذا خرجت من أحشائها وشمت عبق رائحتك نسيت آلامها وتناست أوجاعها وعلقت فيك جميع آمالها، فكنت أنت المخدوم في ليلها ونهارها، وكنت أنت رهين قلبها ونديم فكرها، تغذيك بصحتها وتدثرك بحنانها وتميط عنك الأذى بيمينها، تخاف عليك من اللمسة وتشفق عليك من الهمسة، إذا صرخت فز قلبها إليك، وإذا جعت تلهفت من أجل سد جوعتك، سرورها في الدنيا أن ترى ابتسامتك، راحتها أن تضمك إلى صدرها، إذا أصابك ضر لم يرقى لها دمع ولم تكتحل بنوم، تفديك بروحها وعافيتها، إنها الأم عباد الله. كم ليلة سهرتها من أجل راحتك، كم دمعات رقرقتها من أجل صحتك. لسان حالها يقول: فنم ولدي بمهدك في هناء، وداعب طيف أحلام الرقاد، وإن حل الظلام بجناحيه وأرخى ظله في كل وادي، ونام الخلق في أمن جميعا، فقلبي ساهر عند المهاد. ويا ليتها إخوة الإيمان، يا ليت عناءها ينتهي عند هذا، بل ما تزيدها الأيام إلا حبا لك وإلا حرصا عليك، فما أن يتم فصالك 2 عامين وتبدأ خطواتك الصغيرة بالثبات إلا وترمقك بنظراتها وتحيطك بعنايتها، أوامرك مطاعة، طلباتك مجابة، تختم لحزنك وتضيق لغضبك، تشقى لك حتى تسعد أنت، تتعب لك حتى تهنأ أنت، فكم من دموع عنك أزالتها، كم؟ أنسينا هذا إخوة الإيمان؟ كم من دموع عنك أزالتها؟
وكم من هموم عن صدرك أزاحتها، حتى إذا صلب عودك وزهر شبابك كنت أنت عنوان فخرها ورمز مباهاتها، تسر بسماع أخبارك يا الله وتسعد برؤية آثارك. إذا غبت عن عينها رافقتك دعواتها، فكم من دعوات لك تلجلجت وأنت لا تدري، كم من ابتهالات سالت معها الدموع على المآقي من أجلك وأنت لا تشعر. منى الأم مناها أن يرفرف السرور في سماك، غايتها أن توفق في حياتك وبناء أسرتك، تعطيك كل شيء ولا تطلب منك أجرا. أما الناس يعطونك ويطلبون منك الأجر، الأم تعطيك كل شيء ولا تطلب منك أجرا، تبذل كل وسعها ولا تنتظر منك شكرا. فبر الأمهات عباد الله، بروا أمهاتكم. البر بالأم عباد الله مفخرة الرجال وشيمة الشرفاء، وقبل ذلك كله هو خلق من خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.